الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مواقع. وصلنا وإياكم إلى غزوة بنو قينقاع، هذه الغزوة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قينقاع. وذكرنا أن بنو قينقاع أو بني قينقاع كانوا من أشد اليهود بأسا وأكثرهم أموالا وسلاحا، وكانوا معروفون بالحدادة، فهم الذين يصنعون السلاح ويقومون ببيعه للعرب في الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على كفار قريش في غزوة بدر، وقتل صناديد العرب في هذه الغزوة، وها هو الآن يحارب اليهود ويقوم بإجلاء اليهود إلى أذرعات إلى الشام. إذن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خارج نطاق جزيرة العرب، فمعنى ذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم أصبح قوة لا تضاهى في جزيرة العرب. ولذلك دوت هذه المعارك وأصداء هذه المعركة، معركة بدر وكذلك غزوة بنو قينقاع، دوت في أرجاء الجزيرة، وعلم العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قويا، وأن هناك دولة قد أسست في يثرب، وأرسيت دعائم هذه الدولة، وسيدها هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ أبو سفيان يفكر، يريد الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم لما حل بهم في غزوة بدر، ولكنه يريد أن يثأر بأقل الخسائر، أراد أن يثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 رجل من صناديد قريش ومن فرسانها، خرج قاصدا المدينة، فتوجه إلى يهود بني النضير. الآن بنو قينقاع قام بإجلائهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذرعات، وهكذا حال اليهود، دائما يجنحون إلى الخيانة، يخونون الله عز وجل ويخونون رسوله صلى الله عليه وسلم، وينقضون العهود والمواثيق، كما سيأتي معنا من أخبار مواقع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان إلى حيي بن أخطب، وكان حيي بن أخطب من رؤساء بنو النضير، وهو والد صفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن حيي بن أخطب ينقطع نسبه إلى هارون بن عمران أخو موسى بن عمران عليهما وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن حفصة قامت بتعيير صفية وقالت لها أنت ابنة يهودي، فبكت، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع بكاء صفية فقال لها ما يبكيك؟ فقالت إن حفصة قالت أنني ابنة يهودي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مواسل لها يواسيها صلى الله عليه وسلم، قال إنك ابنة نبي وعمك نبي وإنك لتحت نبي، فعلاما تفخر عليك؟ فواساها بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث أن حيي بن أخطب وهو من بني النضير كان ينقطع نسبه إلى هارون ابن عمران عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أشراف اليهود، وكان يعلم علم اليقين بأن محمد هو رسول مرسل من عند الله تبارك وتعالى. لما جاء أبو سفيان إليه وطرق عليه الباب، أراد أن يستعلم أخبار المسلمين، أبى حيي بن أخطب أن يفتح له الباب، لأنه يعلم أنه سيجلب عليه المشاكل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى سلام، وسلام أيضا هو من سادات بني النضير، وزوجته هي التي قامت بتسميم النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى ما جرى بين سلام وبين أبي سفيان بعد الفاصل، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين. جاء أبو سفيان إلى سلام
وسلام زوجته كما ذكرنا لكم قبل الفاصل هي التي قامت بوضع السم في اللحم الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أبو سفيان أن يعطيه شيئا من أخبار المسلمين، من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم أن يذهبوا إلى العريض وأن يقوموا بتحريق الأشجار، يستطيعون أن يحرقوا الأشجار وأن يقتلوا من وجدوا من الأنصار ثم يهربون بعد ذلك، ولن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم اللحاق بهم. وفعلا أغار أبو سفيان ومن معه من الفرسان على ناحية العريض وقام بحرق الأشجار وقتل رجلا من الأنصار وقتل حليفا له كذلك ثم هرب. لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب في جمع من الصحابة وأراد أن يتعقب أبو سفيان، ولو أنه ظفر به صلى الله عليه وسلم لقتله، فلما علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى منه بدأوا بإلقاء ما على ظهور الإبل من السويق، والسويق هو نوع من القمح مخلوط مع الشعير، فبدأوا بإلقاء هذا السويق على الأرض حتى تخف الأحمال ويستطيعون الهرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له قرقرة الكدر، ورأى أن القوم قد ألقوا الأحمال التي كانت على ظهور الإبل، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يتمكن من اللحاق بهم، وسميت هذه الغزوة غزوة السويق للسويق الذي ألقاه أبو سفيان يريد الهرب من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يتبين لنا أن أبا سفيان كان يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان معه 200 فارس من خيرة فرسان قريش، ومع ذلك دب الرعب في قلوبهم. إذن هذا يعد نجاحا باهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أثبت وجوده في جزيرة العرب بعد هذه المعارك التي خاضها صلى الله عليه وسلم. هنا اجتمعت قبائل قطفان وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذي أمر، وهي من الغزوات أيضا المعروفة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل بني ثعلبة ومحارب من بني غطفان اجتمعوا يريدون أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم. إذن هذا الاجتماع الثاني لقبائل غطفان يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته يغير عليهم قبل أن يغيروا عليه في عقر داره. لما كان في طريقه إليهم ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي أمر، وذي أمر بئر يقال له ذي أمر، قبل أن يصل إلى هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا من بني قطفان، فأمسك به الصحابة وأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على مكان القوم هذه القبائل القطفانية التي اجتمعت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم على أقرب الطرق وأفضل الطرق للوصول إليهم، ثم يكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المرتفعات يثب عليهم كما يثب الأسد على فريسته. ولكن القوم علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاجأوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليهم من ناحية لم يكونوا يتوقعون أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية. لما علموا بذلك هربوا فرادى وجماعات وتفرقوا في رؤوس الجبال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في عقر دارهم شهر صفر كله قضاه النبي صلى الله عليه وسلم بذي أمر. ولا شك ولا ريب أن هذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يمكث في ديارهم شهرا كاملا لا يستطيع أحد من هذه القبائل أن يغير على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 450 مقاتل، فكيف لو كان معه أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن هنا حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الانتصارات، أثبت للعرب أنه قوة لا تضاهى، حتى لا يجرؤ أحد على غزو النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره. إن شاء الله سنتعرض
الكثير من المواقع للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.